بعد تعرضه لتنمر في المونديال، طبيب أسنان أردني يبحث عن مشجع تطواني لإعادة ابتسامته. بعد تعرض المشجع التطواني خلال مباراة المغرب وكرواتيا الأربعاء المنصرم في ملعب البيت بقطر لموجة من التعليقات الساخرة والمتنمرة من قبل أجانب ومغاربة، دخل طبيب أسنان الأردني شادي الشيخ على الخط باحثا عنه لكي يمنحه ابتسامة جديدة مجانيا. وظهر المشجع التطواني الذي يبدو في الخمسينات من عمره وهو يهتف بالتشجيعات في المدرجات رافعا علم المغرب. في لحظة تلقائية التقطتها عدسات الكاميرا، وتلقف عدد من المتتبعين هذه اللقطة بكثير من السخرية بسبب شكل أسنانه الذي ظهر بسن واحدة.